معايا على التليفون اوفا، احمد امين اوفا، لاعب ومهاجم نادي انبي. ازيك يا اوفا؟ الله كابتن، كلم حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك اوفا، هارد لك النهارده، معلش يعني الخساره من الاهلي. حبيبي يا كابتن، الحمد لله. طبعا الماتش كان ماشي كويس لحد قبل البلين. اي الحمد لله البلين جه في وقت يعني صعب شويه، فالحمد لله قدرنا ننزل الشوط الثاني. الدنيا معانا كانت كويسه، فحد من الثاني جه وبرده لعبنا لحد برده ما الماتش يعتبر كده خلص. جابوا الثالث، الدنيا يعتبر صعبت صعبت. بس انت بصراحه النهارده عجبتني، يعني نزلت وكانت نتيجه 1-0 للاهلي، عملت خطوره لنادي امبي وخصوصا في الكور العاليه وعملت كذا فرصه كويسه جدا كانت ممكن تكون اهداف. وانا عارف ان عدم مشاركتك الفتره اللي فاتت او ما بداتش النهارده من بدايه الماتش، انت لسه راجع من اصابه طويله شويه. طبعا اكيد انا كابتن كلمني قال لي حسيتك انك ممكن تيجي اخر نص ساعه تدخلينا الكلام ده كله. انا كنت مصاب من اول فتره الاعداد، حتى ما لحقتش اعمل معاهم في الاعداد. قال لي لو احتجت كنت لك وقت اوفا. والنبي قرب 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 بقك بس من التليفون كده وكلمني من التليفون عشان الصوت بعيد شويه. انا في الاتوبيس حضرتك. في الاتوبيس، ماشي معاك. فكلمني كده اللي انت احتجت نص ساعه تلعب، قلت له مش مشكله. كنت لسه طبعا بعيد جدا، ما عادش معاه فتره اعداد، الدنيا ما كنتش جاهز. فقلت له كابتن مفيش مشكله، فالحمد لله قدرت انزل. يعني كان نفسي ان انا اديكم كده، بس الحمد لله عملت كذا واحده كويس بدماغك، وفي كره اللي انت عملتها بوز الجزمه دي بس انت كنت المفروض بقى تركنها، ان الشناوي كان طلع قفل الجول عليك. هو انا لفيت على طول، رحت ما اتلطتش على طول مره واحده، ما لحقتش بقى اللي انا ابص في فعلا زي ما انت لما طلعت بعد الماتش يعني شفتها، قلت اكيد كانت عايزه تتركن. كانت عايزه تتركن شويه. الحمد لله القرار بيتاخد في ثانيه. انا عارف، وانت كمان يعني انا شايف ان عودتك النهارده اديت بشكل كويس، ودايما المهاجم بيحتاج يلعب كتير عشان حاسه التهديف يعني. كويس بشكل كويس الحمد لله. طبعا الكره طبعا مكسب الصوره، بصراحه عمل ماتش كويس وقدروا يكسبوا. رايك ايه في الاهلي بقى النهارده وانت بتواجه الاهلي؟ يعني لما نزلت الشوط الثاني شايف النادي الاهلي قوته عامله ازاي في الملعب؟ والله طبعا الكابتن كان مكلمنا اللي هو كان معانا في البيت، احنا في الماتش وفي الجيم، في اي وقت نقدر نجيب جون ونقدر نكسب. طول ما النتيجه 0-0 في الكاس يبقى احنا كده لسه جوه اللعبه. أيوة. الحمد لله كنا لحد الدقيقه 40 الدنيا كانت ماشيه معانا كويس، فالبين ده هو اللي بوظ الدنيا معانا شويه. فالحمد لله يعني ان شاء الله ربنا ماتش الدوري اللي جاي ان شاء الله. اكيد كان نفسكم النهارده تعملوا حاجه عشان توصلوا النهائي وتلعبوا كاس السوبر. والله طبعا كان حاجه يعني لينا كويسه جدا. الحمد لله قدرنا ان شاء الله، وان شاء الله ركز في ماتش بيراميدز اللي جاي، ماتش صعب طبعا. ماتش محتاجينه جدا عشان نرجع تاني نبقى ماشيين بصوره كويسه، فان شاء الله ربنا كريم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم. اوفا يعني مش عايزه يعني اطلعك عن طبعا تركيزك مع نادي امبي وكده، لكن اسمك بيتذكر كتير خلال الفترة اللي فاتت، على سبيل المثال الزمالك، يعني دايما في الزمالك بسمع يقول لك احنا عايزين نجيب اوفا لعيب مهاجم بتاع امبي في شهر يناير القادم، هل فعلا حصل كلام ولا ما تعرفش حاجة ولا ايه بالظبط؟ والله طبعا حضرتك زي ما انت عارف انا لسه عايز لي شباب الموسم ده مع نادي امبي، من لسه مش عايزين يمشوني اول الموسم، وانا احترم ده. يكمل معاهم لحد ما يبقى في فرصة كويسة اقدر امشي هم يستفيدوني استفاد. فانا مركز معاهم دلوقتي ده، زي ما حضرتك عارف كان القيد مقفول والدنيا معايا كانت مش احسن حاجه. ايوه. ولا حد مشي ولا حد جه، فهم مش عايزين يمشي حد، وانا احترمت ده واحترمت العهد اللي ما بيننا، ومركز معاهم لحد الموسم ده ان شاء الله يخلص، ولو في اي حاجه من خلالهم. اكيد اكيد يا اوف. طبعا شرف لاي حد النهارده طبعا. اكيد. حاجه شرف لاي اكيد يا اوف. شد حيلك بقى في التدريبات الفتره الجايه كده، واجهز بقى عشان نشوف اوفا بتاع السنه اللي فاتت الهداف المميز، وخلي بالك بقى من الاصابات. والله كان عندك ايه الاصابه اللي كانت عندك ايه؟ كانت طويله يعني، طولت قوي. لا ده هي خدت معايا شهر، كانت عندي ضمه وبتاع، والكابتن كان واحده واحده اللي هو خليك طيب بالراحه مش عارف ايه كده، مش عايز يغامر يعني، حتى مش عايز يغامر بيك. ايوه
قال لي ما فيش الا الجيره في الفاشن محتاجين نتعور تعورش. مش لاقي. فقلت له حضرتك الحمد لله. لا ربنا يكرمك ان شاء الله، ومبروك عودتك النهارده، وهارد لك طبعا الماتش، لكن بالتوفيق ليك خلال الفتره القادمه ان شاء الله. اشكرك يا اوف، اشكرك يا اوف. احمد امين اوف، مهاجم نادي انبي، من المهاجمين المميزين جدا في الدوري المصري.